عسلامة. الله يسلمك. لاباس؟ إن شاء الله. صحة بخير؟ إن شاء الله. عرفني عليك؟ اسم ولاد من الوردية وكيس نتاع محمد. لو نسألوك هل التونسي منظم في بلاده ولا لا؟ التونسي ما لقاش شكون ينظمه، على خاطر الإطار هو اللي ينظم. مثلا احنا عندنا مثلا البلدية مرة تخدم ومرة تقرف ومرة كذا. ساعات نقاوم مثلا عندنا جمعة كاملة تقل الفواصل. هو من حقه حقوقهم يحتاجوا، لكن البيئة بتاعنا زيرو، ما تحملش معناها تحمل معناها ياسر ياسر البلاد مسخة. العاصمة عمرها ما تقوم تكون هكا بالعواصم البرة مثلا يعني بي. احنا بصراحة العاصمة بتاعنا ياسر مسخة ياسر. من حيث الاكتظاظ العباد السيارات الموتورات، ممكن هذيك البيئة تدخل فيها وتولي معناها فما مشاكل برشا من الأمور هذي. من ناحية الأوساخ، من ناحية يعني هم قاعدين العاصمة قاعدة مسخة هكا، ومش عاصمة بركة حتى الولايات تعمل تربية تشكروا شوية من عند الله، معناها كي نقولوا شوية من البلدية وشوية من العباد اللي هما زادة يلزمهم ينظموا حتى قدام دارهم. ولا غالب هذيك هي البلاد مش كما تصورها ببالك. ماناش احنا في الخليج، ماناش يوروب، ماناش واحد. هذا غالب نمشي خطوه خطوه ان شاء الله تحسن. شنو الحاجات اللي التونسي زاده ماهوش منظم فيهم بخلاف انه انت تو حكيت على البيئه؟ مثلا نجيب لك على النقل. النقل ياسر بصراحه كثر يتشكوا منهم اصحاب المسافرين كل شيء. معناها كما نقولوا واحد يمشي بالاحواز تلقاه ياسر يتقلق، تلقى المترو معبي، تلقى النقل موش هو، تلقى الانسان يستنى حتى ما بين من تي جي مثلا حتى البن عروس باش يضربها ساعه وساعه ونص. يا اخي هو ماشي بولايه، مش ماشي ولايه راه ماشي حكايه 7 كيلومتر. معناها تنظيم يقصد التنظيم بالنسبة للنقل وبالنسبة للإدارات وبالنسبة للواحد، وذاك يقلق التونسي. كل يوم يكتظوا من المتروات ومن الكيران حفلات. هو التونسي منظم في الصف؟ منظم؟ في طبعه لا طبعه. أنت في طبعه تقصد معناها اللي في ترتيب حياته. هو التونسي شوف كي يلقى نظام في الصف في بعض الأحيان يشد الصف، لكن بعض الأحيان يختلف يخالق القانون، يعني عبارة على يحب يتجاوز ما يحبش يستنى، ما عندوش ثقافة السياسة بتاع الانتظار، يحب ديما يتسرع. يعني هو كي تشد الصف يعني تحترم غيرك وتحترم دورك. الإنسان يحترم دوره ويحترم غيره. بالنسبة للتونسي تلقى فئة كبيرة يحترمه، فئة كبيرة لا. يقول لك ما انا جو مانفو ما انا نحب يول ولا يحب ديما ياخذ قضيته في الاوائل، وهذيك المشاكل في البلاد. تعرضت لها هذه في حياتك مثلا شد صف في بلديه في مؤسسه في اداره وجا شكون يحب معناها هو؟ تعرضت لها لكن ما نجمش نتكلم برشا. فما اللي شكون يتكلم وفما اللي يسكت وفما اللي خاطر بتولي مشاكل وتولي كذا. الانسان لازم يحترم نفسه مش التزمت صمت. التزمت صمت على خاطر ما نجمش نقعد نكرروا في المعاود معناها 20 رقبه مثلا 30 رقبه شادي الصف كل بتاع مشاكل. اكو واحد يثير مشكله ولا اثنين هكا مش حتى هو. التونسي عنده صبر؟ لا الصبر هو المفقود خاطر هو ستريس تاع الحياه الوقت هذايا. ما عاشت الثوره ما خلاتوش يزيد يصبر سواء في السياسه سواء في الثقافه سواء في كل شيء، مع سواء في العمل ديما يحاول ديما يتسرع. ما عندوش الصبر برشا قليل يتقى صبور. نسبة النظام للتونسي قداش تعطيه؟ 50% 50% ممكن ياسر 50%. قداش بالضبط؟ ممكن 40% 40%. بقية لازم يصلحوا رواحهم هكا
هكاو. البلاد تصلح هم اسمع القديم نقول لك الاطار اطار اللي تصلح الاطار التونسي يتبعه. تو مثلا كيما واحد يمشي مثلا في بقعه كيما هكا في شارع بورقيبه هذايا ما ناسين الله قاد الراب الاوساخ وقاد الراب الواحد وين البلديه وين وزاره البيئه وين انا فما حاجه اللي هو اللي ويزم البلاد متطور لما تطور اطارها زاد صحيح هو واحد يزم يلتزم نفسه معناها يطور نفسه لكن يتبع ديما يتبع الاطار الاطار خاطر هو اللي يقوده وذاك اللي نظام تقوم به الدولة وإلا المواطن ينظم روحه هو ماذا به الإطار يقوم به لكن المواطن زاد يقول كما قلت لك مثلا عنده جزء من المسؤولية يعني لازم زاد ينظم روحه شوية باش البلاد تنجم تتقدم خاطر احنا بصراحة متأخرين ياسر ياسر فاش متأخرين؟ من ناحية النظام من ناحية السياسة ومن ناحية المنظومة الكل غالطة ويلزم تصلح البلاد تصلح من جديد. نظرة معناها نصلحوا بها؟ أنا ما عنديش نظرة خاطر مانيش شمس نزرق على الكل. مي فما يعني يلزم كل مسؤول يحاول باش يصلح الوزارة نتاعو. هذاك هو. كان نبدو في الإصلاحات باش نبداو؟ بالعقل. به العقل بالعقولاتنا ننظموا روحنا ومن بعد نبداو نلوجوا في الاصلاحات خاطر قد ما نرزنوا في الاصلاح نتاع عقولاتنا قد ما احنا نصلحوا البيئه نتاعنا ولا مدينتنا ولا حاجه ولا ادارتنا ولا مصالحنا ولا خاطر قد ما نحاولوا باش نتجاوزوا هذا ممكن نصلحوا برشا حاجات العقل التونسي خلينا نقولوا شبيه اليوم ديما قلت لك التونسي ديما يحب يتسرع وما يحبش ينفذ التسرع اكثر ما عنده تنفيذ ويحب ديما يحاول باش يحب روحه الانانيه ضغط علينا وذاك اللي خلى الغلطه كلمه الختام شنو تحب تقول كلمه الختام ان شاء الله البلد تصلح كما ذلك مسؤوليه المسؤولين نتاعها يتصلحوا وان شاء الله تونس اخرى احنا مش كيما العرافه اللي قالت تونس تولي كي دبي خاطر مش تكون كي دبي ما غلطوش روحنا اما ان شاء الله نولي جزء من دبي صح.